تلقى الطلاب في مدارسنا ألوانا من المعرفة. في المعامل يدرسون النظريات العلمية الحديثة. في المراسم تهيأ لهم الفرص لإشباع هواية الرسم. وفي الحقول يتدربون على الفلاحة وفنونها. وقد فكرت وزارة المعارف في إدخال الموسيقى ضمن البرامج التعليمية في مدارسها، فأوفدت قبل أعوام الأستاذ الماحي إسماعيل الموسيقار المعروف بدراسة الموسيقى في معاهد بريطانيا. وعاد الأستاذ الماحي بعد إكمال دراسته ليضع الأسس لتدريس الموسيقى في طلاب المدارس.